اسلاما اونفان جيتكم في الفيديو الاولى من الشين يوتيوب نتاعي اللي باش يكون فيها استوس كيفاش تستعمل باكو قديم والا حاجه صارلك برشا مخليتها وما عرفتش كيفاش تستعملها باش تصنع ان كلاتش مزيان برشا ديريو هذا باش يكون 100% غيرلي وان شاء الله يعجبكم اون كومونس دونك باش نستحقوا الباكو نتاعنا بانتور ناكر الو اخترت الكولور بلون كاسي باش نعطي لمعة الباكو نتاعي كولور اكريليك بانتور اكريليك تتباع في المكاتب نتاع لوزار و اون ايبونج و البراش نتاعنا اي اون كومونس لابليكاسيون اول حاجة ناخذ الكولور ناكر الو نتاعنا خديت كيما قلتلكم بلون كاسي باش تعطيني لمعة نعملها دوبلج بشوية ما ونبليكي على الباكو أبليكاسيون عادية جدا فوالا بعد ما شرح الباكو نتاعنا كيما نشوفو لمعة اللي ولات فيه باش نبليكيو الكولور دو باز نتاعنا اللي هي كيما قلنا بانتور أكريليك مين باش نابليكيوها بالليبونج وناخد البراش نتاعنا اي فوالا الكولور يمكن متعطينيش غيزولتا من الكوش الاولى دونك لازمنا نصعبو شوية ونابليكيو يمكن بوغ لا دوزيام كوش وحتى مام بوغ لا تروازيام انتي والنوعية متاع البانتور اكريليك فما بانتور بوية فما بانتور عادية فوالا بعد ما شرح الباكو نتاعنا اونكوغ اون فوا هادي هي الكولور اللي تحصلنا عليها باش نستحقو ليبونج والكولور كولور بلونش اون شين تيسيو اللي تحب عليه وسيزو دونك ناخذ الكولور نتاعي باش نعمل ميكس مع الكولور بلانش نحب كولور افات شويه فوالا بعد ما شرح الباكو نتاعي كوم لا تغوزيام فوا باش نخدم عليه من داخل الدو ناخد تيسيو اللي تحبو عليه انا خديت تيسيو عاطي على الليس شوية فوالا ناخد بارتيس قد الباكو نتاعي وباش نفاكسيها من داخل بالكولفورت والا بالجلوغان انا جو في فو مونتخي لا بروسيدور اي سي تافو تجوي
ولا الباك نتاعنا في الفورم فينال دون بري فينال نتاعو تاو باش نزينو نستحقو اي بيجو قديمة بيرل اي حكاية تحبو تزينو بيها. انا كيما شفتو عندي البابيون هادي باش نلصقها بالكول في الجناب مالوطة باش نكمل نزينها تتشوفها معايا كيفاش. ولا انفان ليتاب الخرامية باش نخدمو بالشين نتاعنا انزال فيكسي في الجنب في الميليو وإلا الفوق شوية تو باش نستعمل بيرل اصغر شويه من البيرل اللي استعملتها ساعه ونحطها فوق الحلقه نتاع الشين باش تعطينا منظر مزيان. ما تنساوش اذا عجبتكم الفيديو عجبتكم الفيديو تحطوا لي ثامز اب تعملوا سبسكرايب وتستنوني في الفيديو الجايه اللي هي 100% back to school. See ya.